هواها مصري على الراديو 90 90. لسه دليل الخطيب واحمد خيري مكملين معاكم في استوديو 90 90 سهره يوم الثلاث. طبعا عندنا استوديو 90 90 موجود معاكم على مدار الاسبوع كله، بكون موجود معاكم انا وداليا كل يوم ثلاث. ويمكن عندنا خناقه النهارده دايره بيني وبين داليا كده، عايزين بقى نشوف هتحسموها ازاي. واعتقد صديقنا العزيز وضيفنا هيقول رايه النهارده وهيكون رايه فارق جدا ان شاء الله. قاعده في الاستوديو معايا اتنين رجاله بيدافعوا عن بعض بطريقه رهيبه، في ثلاثه رجاله على فكره، وامير ممكن يحسب النهارده في اخر في الدقيقه 95 هو امير اللي حدد. يا جماعه بقى تلحقوني كده اتصالات وكومنتات، يعني طافوا جنبي. هنشوف السحور على مين ودي خناقتنا النهارده. ولكن طبعا بنحاول نتابع معاكم اعمال الشركه المتحده والوجبه الرمضانيه من المسلسلات الصراحه المتنوعه اللي فيها اشكال كتير جدا ما بين الكوميدي والتراجيدي والتاريخي والاجتماعي والاجتماعي الشعبي. توليفه حلوه قوي والورق كله حلو. هنعرف تفاصيل النهارده طبعا من صديقنا العزيز الناقد الفني الاستاذ محمد عبد الرحمن. نورنا في استوديو 90 90، منور الدنيا. كل سنه وانت طيب. مبسوط ان انا معاك والله. منور منور استوديو 90 90، اهلا بيك. طيب احنا عايزين نعرف بقى بعد 9 ايام كده من المسلسلات، من وجهه نظر حضرتك ايه الحصان الرابح او المسلسل الرابح في السباق ده؟ بص هي خافت تسالك السحور على مين وراحت داخله على طول المسلسلات. السؤال الاول تفتكر كده حضرتك لو ست بتتعب ولا التحضير؟ في التحضير، هو اللي هي الاكل فيها ايه يا جماعه؟ ده شويه جبنه وشويه فول هتقلبهم هي الست اللي مدمساهم يعني. ماشي لو مره في الشهر على الراجل مفيش مشكله. بالظبط انا موافق معاك طبعا. اه يبقى يوم شرفي كده. طب والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. انا يوم وقفة العيد ان شاء الله انا اللي هعمل الظهور يوم اول حاجه. زمان بصراحه ايام يعني المناطق البسيطه بتاعتنا احنا كنا بننزل نجيب المكونات وبعدين الستات هي تعمل، نجيب الزبادي والعيش. والله انت راجل محترم. يمكن دلوقتي عشان وانا بعمل الكلام ده وكده فيمكن واحد بيحس انه ملوش دور. بس لا يعني فيها ايه يا استاذ محمد؟ لو حضرتك تقوم بالليل كده تحضر السحور علشان المدام تعبانه ومحضره افطار وطول النهار بتحضر فيها عصاير وبتاع، بس لمصلحتهم ايه اللي يسيق للرجاله يا جماعه في الكلام ده؟ الصحيه والجزائيه بلاش. ايه صحيه؟ لا على فكره بتفطروا وتركنوا على الكنبه قدام المسلسلات. لا ده انت شايفاني بقى لسه شايفيني دلوقتي التسع حلقات بتاعت مسلسل الحشاشين التسع. انت مرتبه الجدول غلط. لا ده دول قبل ما اتسحر. انا بقى كست يا جماعه انا ما شفتش ولا مسلسل، مش عارفه اتفرج على يعني مسلسل كده من ليه. بس اعرف ان في ستات في المطبخ بتبقى مشغله المسلسلات وبتبقى لا صح بالين كذاب. انا ما عنديش تلفزيون في المطبخ. احنا هنحكي المسلسلات دلوقتي. لا والله يبقى خلاص انتوا اعملوا يعني انت وجهه واحنا نحكي المسلسلات. وجهه نظر حضرتك يوم واحد بس في الشهر، في شهر رمضان، او مشاركه جزئيه يعني مثلا يفتح الثلاجه يجيب الزبادي. والله حلو ماشي. انا على فكره ليا دور اساسي في الفطار ان انا اللي بصب امر الدين. اه والله العظيم بصبه. بتصبه؟ لا ده عمل عظيم. اه ده مجهود. لا ده مجهود طبعا. مين دلوقتي يا جماعه بيصب عمل الدين في الزمان ده؟ بصبه وانا صايم. بالظبط. مجهود مجهود. احنا على اخر الحلقه ان شاء الله الرجاله هتحضر السحور وهتغسل الاطباق. نرجع بقى لموضوعنا مسلسلات رمضان، مسلسلات الشركه المتحده. فمن وجهه نظر حضرتك بعد 9 حلقات تفتكر ايه المسلسل الرابح السنه دي، سواء مسلسل او نجم او نجمه؟ لا احنا طبعا يعني عندنا 20 مسلسل الشركه المتحده بتعرضهم السنه دي. طبعا في جزء منهم لسه هيبدا يوم 16. في ناس يمكن على السوشيال ميديا بتبقى مش واخده بالها لان الدعايات بتبقى متداخله. فمثلا امبارح بدا برومو مسلسل الفراوله ومسلسل بدون سابق انذار وبقينا اتنين ومليحه، ده بدا البروهات دي. فالناس يمكن فكرتها معروضه فبنخش احنا في التعليقات لا يا جماعه استنوا، ده لسه ده انت لسه هتبدا سباق تاني في رمضان. فالحكم هنا بيبقى ايه القوي ما بين ال 30 وبين ال 15. صحيح. لازم دايما نفسر. وبعدين عندنا مشكله اللي هي تعدد او اشكاليه تعدد الانماط. انا ما ينفعش اقارن الحشاشين بحاجه. يعني الحشاشين ده في فئه لوحده، عارفه لو في مسلسل تاريخي تاني ممكن اقارنهم ببعض. لا هو المسلسل التاريخي الوحيد. وعندي في ال 15ات كمان، وعندي كذا حاجه 30، وعندي في ال 15 متعدد. فخلينا نقول الحشاشين هو حاله خاصه. في الجدل اللي معمول حواليه واللي خلى الناس كلها تعمل سيرش على الطائفه دي، ده بيخليه في منطقه لوحده. بس لو على مستوى التمثيل انا مش شايف حد ينافس كريم عبد العزيز في باقي المسلسلات. يعني انا مش مدي كريم عبد العزيز علشان المسلسل مهم. يعني بالنسبه لحضرتك الفنان كريم عبد العزيز نمبر 1 احسن مسلسل. أوكي. احسن ممثل. أوكي. في رمضان راكب الدور قوي ولا الورق اللي حلو قوي؟
هي الحاله كلها حلوه. الحاله كلها هو عامله بتركيز طبعا. طبعا يعني هو عامله بتركيز والتون بتاعه ومحافظ على كل حاجه. هو المسلسل كله يعني ما فتح عبد الوهاب طبعا. الدور الثاني عظيم جدا. محمد عيد ومحمد راشد ده تشكيله كبيره الناس كلها يعني طبعا. لو هنتكلم على المسلسلات ال15 انا كنت توقعت حتى هنا في 90 ان مسار اجباري هيبقى الحصان الاسود، واعتقد ان هو يعني حقق ده لانه مسلسل بلا نجم شباك ومع ذلك في حاله رضا كامل على الاداء الدرامي الدراما بتاعه المسلسل، على التصوير بتاع نادين خان، على السيناريو، على الحبكه، على الحته التشويقيه، على الشباب الهايل وان هم الاثنين شايلين المسلسل بشكل كويس. فدول من المسلسلات اللي انا شايفها جيده جدا على مستوى كمان لحظه غضب. انا لحظه غضب انا ما كنتش اتفرجت عليه من الاول ولقيت الناس عماله تشيد بيه، كنت بصراحه شايله للعيد. تمام مش هكب عليك بالظبط عشان كده هتجمع كله شايله للعيد عشان انت كمان بتتفرج بفرجه غيرنا. طبعا مشكله كبيره ان انا اعرف ان في ناس كتيره بتحكم على مشاهد صحيح. فبدات اتفرج عليه الفتره دي، لا حاجه مميزه جدا وانجاز جيد جدا لووتش إت. وكتبت انا ان ووتش إت بتكتشف مخرج جديد اللي هو عبد العزيز النجار مخرج لحظه غضب اللي هو كمان مخرج حلقه خاصه بتاع طارق سوقي. لحظه غضب ده في ميزه انه كان من اول بص الحشاشين ومسار اجباري ولحظه غضب بيتميزوا بحاجه. حشاشين ده احنا اول مره كمصر ندخل الدراما دي، النوع ده من الدراما طبعاً. مش الدراما التاريخيه، الدراما التاريخيه في منطقه بعيد عننا بالزبط. وندخلها ونعمل ديكوراتها ونعمل حياتها كلها بالطريقه دي بالكواليتي ده. الحاجه الثانيه مسار اجباري الحبكه بتاعته حبكه جديده خالص، اتنين اخوات بيكتشفوا ان ابوه ما كانوش عارفين ان هم اخوات وابوهم عنده مشكله فبيورثوها وازاي بيواجهوا الحياه سوا. لحظه غضب جريمه قتل بيتم بقى تتبع القاتل بطريقه فيها سسبنس وكوميدي. فدي برضو انماط دراميه ما كانتش بتبقى موجوده قبل كده. فدول دي برضو من مميزات التلات. طب خلينا ناخد من كلام حضرتك واروح لتيمات معينه. تيمه ال 15 حلقه اصلا تجربه مهمه جدا، واعتقد سببت نجاح على واتش إت ومن خلال المنصات طبعا المختلفه عملت نجاح. اعتقد عملت نجاح كمان في رمضان لان الريتم سريع، الحلقات بيبقى فيها احداث كتير فشد الناس. انت تقييمك الفني ليها ايه؟ احنا دي السنه الاولى اللي يبقى عدد مسلسلات ال 15 اكتر من ال 30. صحيح. تمت يعني تطبيق التجربه على نطاق واسع السنه اللي فاتت ونجحت، والمتحده قررتها السنه ودعمتها بشكل كبير استغلالا لنجاح منصة ووتش إت في ان هي بتقدر الناس تتلخص للناس المسلسلات لو حد فاتوا اول حلقتين ثلاثة او اشياء من هذا القبيل. فدي دي 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 حقيقة نجاح كبير. ولو مشينا على المعدل ده هيبقى العمل الثلاثين هو النادر. واعتقد دي حاجة مفيدة جدا لكل النجوم وخلت المنافسة احسن واسخن، ان احنا كأن عندنا تو سيزون كأنه عارف كأنه دوري يا احمد طبعا. اللي هو طبعاً. في موسم اول موسم ثاني وبعدين هنصفي في العيد صحيح. يمكن بس الناس اللي في اخر رمضان هيحس ان بتاع الجزء الاول النص الاول هيحس ممكن يكون اتناسى او حاجة. لكن انا اعتقد ان البرامج في العيد هتبقى بقى عمالة توازن ما بين المسلسلات دي والمسلسلات دي طبعا. طيب حضرتك قلت لنا كده النجم كريم عبد العزيز هو اللي هيفوز السنه دي بالسباق رمضان. ده اختياري انا ممكن طبعا. والمسار اجباري مسلسل هو الحصان الرابح. مين النجمه؟ مين النجمه ده سؤال يعني انا هكون صريح انا مش شايف قوي يعني مش في بالي حد دلوقتي قوي. احنا عندنا نجوم في التمثيل الستاتي بس مش نجوم اسكت بالك. لسه نيلي كريم هتنزل طبعا. فبرضو لسه لازم نحكم عليها. خلينا في الجزء الاول. الجزء ده لو بصينا على المسلسلات يعني الصدى مش قوي قوي على نجمه مسلسل، لكن في مثلا تحيز. انا حاسه بتحيز يعني كده الفنانه. لا لا خالص والله يعني مثلا لا بالعكس في الخناقه وجعاها انتصار والفنان انعام سلوسه عاملين كذا مسلسل كويس على اكتر من منصه يعني في من الاجيال وفي كمان من سبا مبارك طبعا عامله دور مختلف. بس زي ما بقول لك انا ممكن اجاوب عارف السؤال الدور ده يا لا. خيري احكي قتلت جوزها عشان ما حضرش السحور. والله العظيم هو بصراحه يستاهل. هو كان محمد شكله مكمل معاك في الاستوديو مش مروح النهارده. لا وبعدين هي قالت ايه؟ انا ما بتابعش قوي اصل ومش اصل بس متابعه ده ما بقدرش اقول يا ابو حميده ما بقدرش اقول لها انها بتقف في المطبخ بس تشوف المسلسلات. قتلته في المطبخ كمان وخبته في المطبخ مش داخل المطبخ تاني. وبعدين لما راحت لصاحبتها قالت لها ايه يعني ما انا كمان قتله جوزي من اربع خمس سنين ما حدش شايف. الله ده تيمه في رمضان. انا يا استاذ محمد متابعه بس الجمهور اللي بيسمعنا احنا كده ما حرقناش المسلسل خالص. لا انتوا في بقى التفاصيل جوه وفي اداء تمثيل بصراحه محمد شاهين عامل دور عظيم في المسلسل. هايل. طيب انا هرجع للحشاشين من زاويه تانية وزاويه الانتقادات. في انتقادات كتير جدا اتوجهت للحشاشين ورغم ذلك اعتقد انه مكمل في نجاحاته ومكمل في الناس اتفرجت عليه مكمل عليه رغم الانتقادات. انت شفتها ازاي فنيا برضو؟ انا لسه كنت عامل تقرير مع وكاله رويترز ودي اول حاجه بتقول لك قد ايه ده مسلسل مهم ان رويترز تعمل عنه تقرير طبعا. كويس. الانتقادات الترقب مش هقول التربص الترقب للمسلسل ده كان بدا من عده شهور. اولا للمشروع من السنه قبل اللي فاتت يعني من 2022
وخد وقته عشان يتعرض في 2024. الاسم نفسه اسم جذاب خصوصا الشارع المصري طبعا. اللي ما يعرفش الفرق ما بين الاسمين صحيح، والناس راحت في الحته دي الاول وده الطبيعي يعني في الاول. وبعدين هو التقرير بيتكلم على هوس السيرش على الطائفه وان قد ايه الناس بتدور. فانا بدات كلامي انه اولا ده حصل السنه اللي فاتت ان الامام الشافعي مسلسل فرض نفسه في السيزون اللي فات برضه، في جدل حواليه فالناس بتدور. فاذا كان ده حاجه حققت المسلسل ده شيء كويس ان المسلسل يحقق خلي الناس تدور. السنه دي بقى الوضع كمان مختلف اكتر لانه كريم عبد العزيز، بيتر ميمي، عبد الرحيم كمال، ثلاثي فعلا دايما اعماله بتسيل الانتباه. العمل خض الناس شويه في الاول طبعا. يعني الناس حست انه مين الشخصيات دي، ما سمعناش عنها في المسلسلات التاريخيه اللي احنا متعودين عليها، اما امراء المؤمنين والعلماء والحاجات بتاعت حسام الدين مصطفى، فكانت بتاخد شكل تاني. موضوع اللهجه كمان طبعا كان من الحاجات الاشكاليه. انا شخصيا حست اللهجه المصريه، واستاذ طارق شناوي انا اتبسطت جدا انه كتب مقال بيتكلم عن ده لانه خلى المسلسل شعبي ينفع اي حد يتفرج عليه بالظبط. موضوع حته ان انا برضو بستغرب الناس بتقول لك انا بتفرج ومش مستوعب او حاجه، هو بس فعلا موضوع محتاج تركيز، محتاج انا وانا قاعد وحاسس عادي بابني عبد الرحمن قاعد جنبي فبقول له طب انا بشوف اصفهان فين دلوقتي، شوف هي محتاجه كده بصراحه. طبعا محتاج هو اي مسلسل تاريخي بيبقى محتاج تركيز لكن لو انت مجمع الاحداث التاريخيه وعارفاها كبعد تاريخي لا تراجعي بشوف اماكن واسامي والدوله السلجوكيه بالظبط، دي كلها حاجات احنا فعلا مش واخدين عليها. فهو فعلا ده عمل كمان يعني انا رايي انه ده الواحد اتفرج عليه كل ثلاث حلقات مع بعض كده، ولا الصوره الحلوه قوي والتصوير الحلو قوي والانتاج الضخم قوي واخد عينك عن الاحداث. لا 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 هما الاثنين عاملين توازي صحيح. وبيتر بصراحه بياكد سنه بعد سنه انه قدر فعلا يعمل تطور تقني كويس جدا للدراما المصريه. وخد بالك ان ده مسلسل مصري كامل، مفيش عناصر ولا محترفين من بره لا في معارك ولا في اكشن، واخد وقته احمد فايز ديكور واحمد حمدي مونتاج. طبعا مش قادر يعني مش قادر استوعب اقول كل وكل الصناع صراحه رائعين. انت عندك تتر تقيل. انا واحد صحفي فني من 20 سنه واكتر، فلما كنا بنقعد نعمل تحقيقات لماذا تتراجع مصر في الدراما التاريخيه ولصالح الدراما السوريه والتركيه، فلما انا بقى عندي مسلسل زي ده والشافع السنه اللي فاتت وابقى قاعد عمال ماسك بقى في الجمله دي حصلت فعليا ولا لا، دي قضيه اتناقش فيها اكتر المؤرخين والنقاد المختصين. صحيح. فيلم صلاح الدين مليان بالاخطاء التاريخيه طبعا طبعا، لكن هو فيلم اللي انت بتشوفه صبغه ظلاميه ساعات بتحكم كمان تغير من حاجه وترد على ده انه لما الايرانيين بيعملوا حاجه بيعملوها بلهجتهم والاتراك بيعملوها بلهجتهم، ولما جت السوريين دخلوا بقى بيحطوا اللهجه العربيه الاقرب للشاميه. فخلونا نجرب، ممكن على فكره السنه الجايه يبقى فيه مسلسل تاريخي بالفصحى عادي جدا طبعا. لكن فكره ان مفيش حاجه بتقول ان التاريخي يجب ان يكون بالفصحى، هي عمليه تعود. فاعتقد ان هذا العمل لن يمر بسهوله من هذا الموسم، وعمل حقيقي ولسه كمان التتابع بتاعه معانا 30 حلقه يعني طبعا طبعا. طيب المسلسلات الكوميديه عندنا بابا جه، وعندنا بابا كوكي برضو يعتبر برضو كنا عايزين نتكلم عنه طبعا، عمل اجتماعي عائلي جميل جدا، وانبسطنا جدا ان في المتحد عندها السنه دي روايتين، روايه الاحسان عبد القدوس اللي هي امبراطوريه ميم، وبرضو دي كانت من الحاجات اللي كانت الناس تدور هي مش كانت فاتن حمامه بالظبط، هي مش كانت وانها بقى قصه قصيره مش روايه، وان هو كان بطوله الراجل، وان هي كانت في القصه بس بتتكلم عن الانتخابات فقط، وان تم تقديمها بحاجه معاصره. برضو عتبات البهجه دي روايه لابراهيم عبد المجيد، وعمل تعمل عليها معالجه كويسه يعني مختلفه يعني عشان تبقى معاصره. بالنسبه للكوميدي معانا عملين عندنا الكبير قوي طبعا، الكبير الموسم الثامن. الكبير ده عامل عارف يعني اللي هو ايه، اللي هو من كتب هو كبير فالناس بتقعد تقول لا انا مش عاجبني الخمس دقايق دي بالزبط. انا مش عاجبني، بعد كده يطلع نفادي يرجع هدرس الدنيا تتظبط تاني. بصراحه عندهم قدره على توليد الافيهات بشكل صحيح. جميل كلهم اصلهم مليانين كوميديا وانا متاكد ان في كم لطيف من الارتجال الموجود، يعني هم برضو بيزودوا حاجات حاجات كده تحس انها مش مكتوبه طبيعه الموقف قال كده طبيعه النوع ده من المسلسلات الكوميديه. بابا جه بقى انا يعني هو مصطلح مش رسمي، اللي هو الكوميديا الايجابيه. الراجل استاذ اكرم حسني اوان كل فتره بيقدم فعلا حاجه يعني مختلفه، ما بيعيدش نفسه بالظبط. فالمره دي عامل واحد اب علاقته ببنته اصلا سيئه، وبيحصل ظرف انه بيضطر يمارس الابوه بالايجار عند ابناء كتير جدا، وبيبدا يحاول يغير من حياتهم، فده بيرجع يقربه لبنته تاني. وعمل جميل، مش لازم كل دقيقه اضحك، لكن انا قاعد مبسوط ومستريح وانا بتفرج. كاركتر جديد بالنسبه له، كاركتر هشام، وضيوف الشرف كمان عاملين جو كويس، البزاوي وياسر الطبجي وكريم فهمي طلع امبارح بس لسه ما شفتش الحلقه دي، وكمان معاه هو محمد اوتاكا وسماء ابراهيم ونسرين امين. عندنا ميزه السنه دي الكاستات كلها كويسه، يعني تلاقي المسلسل تقيل في اسامي وفي شباب
استاذ محمد بطل، والمهم مش مهم مين بعده، ده انتهى. استاذ يعني محمد انا ملاحظ حاجه كمان، ويمكن ده اللي كنا بنتكلم فيه الاسبوع اللي فات، هو كله اشتغل. يعني الابطال والنجوم اللي احنا كنا نسيناهم ومش موجودين هتلاقيهم موجودين في اعمال الشباب، خدت فرصها كتير. فانت كل الناس حاسس ان مفيش ممثل قاعد في بيته السنه دي. لا لا لا، في اجيال وفي ناس في عوده، في العائدون زي ناشو ومصطفى مثلا. طبعا طبعا، يعني دي يعني دي عبقريه. ففي لا في كده، في كمان دويتوهات كمان ناجحه جدا. يعني انا بشيل دويتو سماء ابراهيم وصلاح عبد الله في عتبات البهجه، عاملين ثنائي جميل كده. الناس اللي هم كبار وابنهم مش موجود وكده، عاملينه بشكل كويس. يعني على فكره عناصر الخبره عندنا فعلا بتضيف للمسلسلات. طبعًا يعني طبعًا عم صلاح عبد الله ووجود يحيى فخراني واعمال كتيره طبعا بتفرق. يعني هنكمل لسه مع استاذ محمد ابو رحمن، بس هنروح نطمن على حاله الجو واخبارها ايه، ونرجع عايز اساله على الورق المتحده لما اختارت الورق بالتشكيله دي وبالتوليفه دي. اعتقد كان في رساله عايزه تبعتها للشعب المصري كله، هنعرفها بعد الفاصل. 199 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع حضراتكم استوديو 90 90، احمد خيري وداليا الخطيب، ومنورنا في الاستوديو الناقد الفني الصحفي الكبير الاستاذ محمد عبد الرحمن. لسه الخناقه بقى مستمره يا خيري بتاعت السحور. انا ببص اهو عشان من بدري وما شاء الله الحمد لله كل الرجاله اللي بتسمعنا ظهر في الستات بتسمع والحمد لله جاتنا عند ربنا يعني. طيب طبعا السنة دي الراديو 90 90 هو الراعي الإذاعي لخيمة رمضان بفندق كونكورد السلام مصر الجديدة، واللي بتقدم لنا كل خميس وجمعة مجموعة من النجوم والفرق الشعبية. يوميا بيكون في تخت شرقي ودي جي، في الويك اند يعني الويك اند اللي هو 21/3 هيكون معانا أحمد ناصر، وفي الويك اند الجمعة 22/3 هيكون معانا الفنان أحمد العطار. يعني سحور كونكورد متميز في جو رمضاني أصيل. هايل، وكل سنه وكل المستمعين بخير وبصحه وبسعاده يا رب. ونرجع لناقدنا الفني استاذ محمد عبد الرحمن، وكنت بساله قبل الفاصل عن سؤال الورق. الورق حلو قوي لكل الاعمال، لو انت حضرتك تابعت واضح ان كل الورق اتعرض على المتحده كانت بتختار ورق مختلف في كل حاجه بكل حدوته. السيناريو كمان حلو استاذ محمد، يعني ده شغلك بقى طبعا وحاجه تشرحه لنا اكتر. كل سيناريو حلو، كل سيناريو لايق قوي على الحدوته اللي بتتقدم. تمام، وطبعا بدانا معاصر الموضوع ده الفتره اللي فاتت، فهو حصل عده قرارات تنظيميه تم تنفيذها بالتدريج لحد ما وصلنا لحاله النضج اللي احنا موجودين فيها دي اخر سنتين ثلاثه. تمام، اول حاجه طبعا اللي هو تعدد الموضوعات، لان احنا قعدنا فتره من 2010 لحد 2015 كانت بقى الدراما اللي هي اللي دايما ما كانش فيه مسلسل الا كل سنه الا ما يكون فيه ترند بسبب مشهد خارج او مشهد بالزبط مؤذي للاسره المصريه، وكان الشكاوى اللي بتتقدم ضد المسلسلات في المجلس الاعلى اكتر من النقد اللي بيتكتب عنها. الموضوع ده بدا يختفي طبعا مع دخول المتحده وتنظيمها للسوق. حاجه بقى حصلت كمان بعد كده مهمه، غير موضوع اختيار الموضوعات اللي تناسب الاسره. الناس بس بتفتكر موضوع تناسب الاسره ان هي بس يبقى موضوعات مؤدبه او ما فيهاش، لا هو طبعا لا، هي مشاكل حقيقيه فعلا. تعمل تنوع حقيقي، يعني ما يبقاش المسلسلات شبه بعض. صحيح. الحاجه بقى الثانيه، وده قرار كان مهم جدا وحاسم، اللي هو ان كل الحلقات تبقى مكتوبة او على الاقل المعالجة كلها مكتوبة، عشان انا ما اتفاجئش ان انا يوم حاجة وعشرين رمضان في مؤلف بيديني حلقة اخيرة انا ما اعرفش هو ليه اختار انه يقفل المسلسل كده. صحيح، ده كان بيعمل كتير جدا مشاكل زمان، وكان الناس بتتفرج على الحلقات وهي بتخرج على الهواء، وكان احنا كصحافه بصراحه دورنا نطلع الغلطات. بالظبط، انا السنه دي يعني قليل قوي، مش كان قليل، اعتقد معدومه ان انا الاقي حد كاتب ان هنا الممثل كان لابس اللبس ده والراجل اللي بعده باللبس التاني، او انه غلط، كان ساعات اللي بيغلط في الاسم ويعدي، ما كانش فيه وقت، بقى في انضباط. بدا الموسم بدري فالدعوة اريحية في كل حاجة، فحتى لو لسه في حاجات بتتصور بس انت عارف انت رايح هي رايحة لفين. طبعا موضوع ال 15 حلقة كأنه ادى 15 يوم زيادة لكل المسلسلات. طبعا، لان انا دلوقتي لو انا هبدأ يوم 16 رمضان فانا ممكن افضل مصور لحد يوم 10 و11 بالزبط، والدنيا تبقى معايا ومكمل. يعني في اعمال هتكمل شويه الحق يعني بعد رمضان، يعني بعد 16 رمضان بشويه، لانها بدات متاخر وعشان فيها شغل حقيقي، ومبقاش في حته لا انا هلغي المشاهد دي عشان اوفر وقت. كل حاجه زي ايه عندنا مضبط. ايه 30 حلقه؟ لا احنا عندنا 30 حلقه، اللي مكمل 30 حلقه عندنا طبعا الحشاشين، عندنا حق عرب الكبير احمد العوضي، احمد العوضي، بيت الرفاعي، امير كراره، سيد العقارب، غادة عبد الرازق، المعلم طبعا مصطفى شعبان، صدفه، ريهام حجاج برضو، ومحارب، دول كلهم تلاتينات. بالنسبه ال15ات بقى اللي هتبدا الموسم عندنا خمس مسلسلات منهم 4 15 21
اه ايه 20 بقى دي؟ ازاي بقى دي؟ انا عايد بقى معاهم. هو تعيد انت معاهم مره فاضلكم. هو مسلسل وبقينا اثنين كان من البدايه معمول انه 20، انا حتى سالت في ده يعني كان معمول انه 20 حلقه، فده معانا خمس ايام في العيد. حلو. بقينا اثنين اللي هو شريف منير ورانيا يوسف اللي هو كان اخر عمل للفنان الراحل طارق عبد العزيز. تمام. معانا جودر، ده مسلسل انا منتظره شخصيا لان انا الف ليله كلنا اتربينا عليها، وانك ترجع تاني العالم ده، وهنا تنوع جديد في رمضان. الاثنين حشاشين وجودر مش نوع واحد. هو نوع واحد ممكن في اللبس او في ان باين ان هو حاجه قديمه. لكن ده اسطوري وده تاريخي حصل فعلا، لكن دي مسلسلات اسطوريه. معانا كمان فراولة نيلي جليم راجع للكوميدي وعامله برضو شخصيه خبيره الطاقه اللي بتصعد في صعود اجتماعي، وبنشوف ازاي بتتعامل برضو كاركتر ما تقدمش قبل كده. كمان معانا بدون سابق انذار اسر ياسين وعيشة بن احمد، حسب القصه اللي انا قريتها وعليها اسم هاني خليفه طبعا. اسم مهم جدا. وفراوله طبعا اسم الاستاذ محمد علي مخرج كبير. انه في موقف ما هيحصل لابنه وهيضطر بقى يقلب حياته بشكل مختلف، فان شاء الله يكون المسلسل فيه سسبنس اجتماعي كده مختلف. ناقص واحد. مليحة. كنت بكلم الاستاذ دياب من يومين ثلاثه وبيقول لي مكملين التصوير والاكشن فعلا واخد منهم وقت كبير، لان في كذا كبيره ميرفت امين وطبعا ميرفت طالعه والدته واشرف زكي طالع خاله. حكى لي هو العيله كلها. طبعا بجانب احنا مع بعض احنا بقى يعني بجانب اول حلقه غالبا حسب انا شفته في البرومو ونعرف حد الممثلين ان هو حاجه فلاش باك كده على حق العوده والناس اللي اتهجرت وكده. ف يعني مصر بتاكد مصنف يعني مسلسل فلسطيني قصة فلسطينية. ما هي مصر وفلسطين حاجة واحدة. مصر وفلسطين حاجة مسلسل واحدة. مسلسل بيأكد ان مصر وفلسطين حاجة واحدة، بيأكد ان مصر مش مع القضية سياسيا بس، مصر مع القضية بكل الاسلحة اللي معاها وسلاح القوى اللي وعلى مر التاريخ على ما اعتقد. على طول. وعلى فكرة هي مش بتتكلم عن دلوقتي، يعني حاجة ليها فبتبين الموضوع ده، وفكرة ان احنا ندخل بيه السباق على طول ويتعمل بالشكل ده ان شاء الله يبقى حاجة كويسة. وبعده اسم عمرو عرفة، اسم طبعًا كبير طبعًا. وعرفنا ان الاستاذ شريف عرفة نزل كده يعني ايه عمل اهداء لشريف، ودي كانت دي حاجه كبيره ان شريف عرفه يبقى موجود في حاجه موجوده في السوق، وان شاء الله يبقى من الاعمال المهمه في النص الثاني. اللي برضو انا بقول لك من دلوقتي استنى شويه جدل حواليه من المصادر اللي عملت الجدل على الحشاشين، برضو الناس اللي بتبقى قاعده بتتفرج عشان متربصة. عشان تطلع مشكله يعني. طيب محتاجين نعرف بقى من حضرتك التقييم العام على دراما المتحده. يعني لو عايزين نلخص اللي احنا قلناه انه المتحده قدرت تنظم السوق بشكل جيد جدا، طلعت جيل جديد من النجوم على مستويين. المستوى الجيل الوسط، احنا لحد 3 4 سنين كان الاخبار بتقول ايه، غياب الفخراني وحضور يسرى، غياب يسرى وحضور ليلى علوي. اساتذه كبار موجودين او بره السوق الموسم قوي. كان المسلسلات بتتباع زي ما خير قال، مفيش حد مش موجود. كان المسلسلات بتتباع باسم النجم، لا المسلسلات دلوقتي بتتباع اكتر بالمضمون. ده بقى معانا بقى في منى زكي السنه اللي فاتت، كريم عبد العزيز في كذا سيزون. بقى معانا نيلي كريم، بقى معانا يعني بقى في جيل الوسط كله موجود. فلما مثلا منى زكي تبقى غايبه، لا مفيش مشكله. محمد رمضان جايب، لا مفيش مشكله فيه. وعلى اعتقد انت عارف طبعا الكويت هو بيجهزوا الحاجات. طبعا ما هتلاقي السنه الجايه في ناس من اللي احنا بنتكلم عنهم مش موجودين. برافو عليك. الحاجه الثانيه بقى، ما حدث في لحظه في مسار اجباري انك مقدم نجمين. ببساطه شديده ممكن تلاقي عصام عمر ده بطل السنه الجايه. مش مجازفه، مش فيهاش مجازفه. لا لا لا، هو كان بطل قبل كده في بالتو ونجح. الله ينور عليك. طبعا عمل الادوار كانت على منصه هي فنسبه المشاهده ممكن ما تبقاش غير سباق رمضاني برضو. الجماعه صعب قوي. احمد داش كان نجم او بطل في جعفر العمده. مجازفه تم اختبارها قبل كده ان الاثنين نجحوا كل واحد لوحده. ان السيناريو ده لايق عليهم بالظبط. لا وسط الكوكبه دي. اقول لك على حاجه، لو كان الفكره دي من سنتين ثلاثه كنت هتجيب لها بقى الساقه واحمد عز طبعا. لكن ده سنهم فعلا الحقيقي، وكان ساعتها اول انتقاد انا مش مصدق ان وهي دي موظفه ده قوي فعلا. ده انت عامل كاستنج ممتاز. يعني ايه يعني؟ حتى اللي طالعين صحابهم المحامين، المحاميه الصغيره جهاد حسام الدين، صديقه نورين ابو سعده، صديقه احمد داش، انت شايف صابرين وشايف بسمه عاملين زي عناصر التوازن يعني اللي في المسلسل.
لا يعني هنا بقى دي النقطه اللي كانت يعني اللي اعتقد المتغير الاساسي اللي عملته المتحده، انه ما بقاش في حاجه انا همضي النجم وبعدين اشوف السيناريو دي. طبعا برافو عليك. هي الاصول ايه؟ انا بشوف السيناريو واجيب النجوم. شفت انا كان سؤالي ايه؟ الورق اللي اختاروه حلو، ما قلتش النجوم اللي اختاروه حلو. ايوه هو الورق لايق على الاثنين دول تمام. وطه دسوقي برافو عليك. طه دسوقي السنه اللي قبل رمضان على طول كان حاله خاصه، فانت السنه الجايه هتلاقي طه دسوقي معاه مسلسل في رمضان لوحده. بالظبط كان هايل. احنا كان عندنا دايما عندنا حته جلد الذات دي، انه مصري خلاص النجوم الكبار خلصوا. النجوم الكبار مش بعد الجيل ده مين هيبقى موجود؟ لا انت كمان 3 4 سنين هيبقى معاك عصام عمر ومعاك طه دسوقي ومعاك احمد داش يقدروا يشيلوا مسلسلات. نور النبوي ونور النبوي الله ينور عليك. فبقى فيه وهيبقى فيه منافسه وفي جيل جديد طالع على مستوى البنات، سلمى بضيف وميان السيد وليلى زاهر. ده كله ده ورنا الرئيس في مسلسل مجموعه كبيره قوي من الشباب هايلين. لا في كل المسلسلات فرص في فرص بتحلم ليها فرص كتير قوي. ودت فرص اعتقد لشركات انتاج كمان تبدع داخليا. طب بقى اقول لك على حاجه، انا اكتر تتر عاجبني السنه دي اللي هو مسار اجباري. مين اللي بيغنيه؟ مسار فرقه مسار اجباري طبعا وطارق الشيخ. اختيار موفق جدا. هل انا بقى قاعد اقول لماذا لا يوجد علي الحجار؟ لماذا يوجد مدحت صالح؟ مدحت ليه؟ ليه تتر اعتقد في امبراطوريه ميم. ايوه. لا انا عايز مدحت وعايز حد جديد. انا عايز ده وعايز ده. احنا عندنا ازمه المحفوظات انه لازم دول يبقوا موجودين. ودايما للاسف احنا في الصحافه عشنا يعني عشنا فتره طويله على الافكار اللي هي العكسيه دي، اللي انا اقول ليه دول مش موجودين. ما بنقولش بندور على مش موجود. حد يكلمه لي تفسر بيه غياب كذا. يا سيدي ثانيه واحده، ما هو في كذا. ما هو ده الطبيعي يعني. انا حتى عجبني حاجه في الف ليله وليله، ان شاء الله نتفرج نتاكد ان هم سميه جودر. اللي هو سماع الشخصيه، عشان هو ممكن السنه الجايه بشخصيه تانية بممثل تاني يستمر في الالفيه دي، وهو من الف ليله وليله. لكن ما نقولش نقول ايه الف ليله دي اللي هي بتاعت سنه كام. هو كده ميز الجزء يعني. انت لفت نظر الحاجه برضو هي تتر المسلسلات، ودي كانت تيمه برضو على مدار الحقبه الزمنيه اللي فاتت دي. كانت مهمه جدا تتر المسلسلات. ايه اللي علق معاك تاني وشاف الاختيارات مناسبه لباقي المسلسلات كلها ولا لا؟ والله لا، التترات معظمها كويسه، وكمان المزيكا في يعني خالد الكمار عامل شغل كويس طبعا فيها الفخراني، وفي اسامي وشادي مؤنس عامل شغل صوت العارب وعنده جوده لسه. فالموسيقى التصويريه كمان مخدومه، لكن طبعا هي مسار اجباري من اكتر التترات. بس انا يعني زمان كانت التترات بتتظلم بالاعلانات، دلوقتي بتتظلم بالسكيب انترو. اعتقد دور الاذاعه بقى محمد شايف انا بتفرج ازاي. طيب نروح بقى للبرامج. عندنا برنامج على المسرح تمام، منى عبد الوهاب. طبعا راي حياتك بقى في الديكور والمسرح، فكره المسرح دي بترجعنا لبرامج رمضان زمان. انا كمحب للمسرح عجبتني الفكره جدا، حتى عايز اسالهم انتوا بتصوروا في انهي مسرح. فكره ان هي ان التقسيم ان البرنامج مش مجرد ان انا جايبك اسئله محرجه، انا جايبك اسئله مرتبه. كل فصل في حياتك بيبقى عامل ازاي؟ جماعه حاله شيحة عاملين مع بعض حلقتين كويسين النهارده وامبارح، وكمان استاذ ابراهيم عيسى بدات كمان باحمد الشاوي. فاعتقد انه يعني البرنامج ده اضافه، ومسته ان ينفع تشاف بره رمضان عادي. يعني هو كانه ارشيف للنجم. كمان عايزين نتكلم على الاطفال. السنه دي معانا اربعه حلوين، يعني معانا يحيى وكنوز، ومعانا سر المسجد. يحيى وكنوز مستمر مستمر طبعا رابع. وفي نوره كمان، ده كويس قوي للبنات. معمول بالتعاون مع المجلس القومي للمراه. فبرضه بقى برضه احنا قعدنا فتره ان هو يا اما تلاقي بيعيد بكار بيتعادل المره الألف. لا وكلنا كنا بالنادي الصراحه. فين شغل الاطفال؟ المره دي في اربعه. واعتقد استاذ السماح ابو بكر عزت عامله شغل كويس طبعا في المجال ده. موسم متكامل بشكل كبير، وما فيهوش اخطاء ما فيهوش ازمات. فده شيء جيد جدا يعني. حتى موضوع التدخين والمخدرات ما حدش اشتكى منه، فتحس ان في حاله من حاله الالتزام متوظفه صح. لما يكون الموضوع يعني كده مش اللي هو كان فيها مبالغه وتعالى امسك الشيشه مكاني والحاجات دي، بطلت بقى في سيطره عليها بشكل كويس. لا يعني موسم بيرضي كل الفئات وكل الناس. وبرده ده مش معناه توجيه الجمهور. في اللي عايز بقى الحاجات دي ممكن ايه على منصات تانية، لكن احنا في الاخر الحاجه اللي بتدخل كل بيت من الحق ان يبقى عليها قواعد. ده موجود في كل الدول طبعا طبعا طبعا. نرجع بقى لخناقتنا يا جماعه. هو لسه ما اتعرفش. بس الجاكيت بتاعت محمد قلت محضر السحور. انت رجع قاعده معانا ولا هم المكان؟ الستات مش قادره اقول لك عامله حرب على المسجات. طب انا بس عايز اسال الستات، هم ازاي بيتعاملوا مع نفسيه ان السحور بالذات ثابت كل يوم؟ دي حاجه كويسه ولا هو في راجل ما بيتسحرش كل يوم؟ لا ان هو دايما فول عادي يعني. ما هو نوعه شويه. ايه لا يعني نجود. نوع انت بقى. اشكاليتنا ايه؟ السؤال بتاع كده تورينا ايه؟ تحب تفطر ايه؟ بالظبط. ما فيهوش ده. هل ده مريح للست اكتر ولا الست بتشعر بالملل؟ والله لو حضرتك عايز تحضر الفطار مفيش مشكله،
عشان نكسر الملل. عايزه يعني عايزه تدينا اي حاجه نعملها نكسر الملل يا جماعه، نريحهم ونقول لهم اللي انتوا عايزينه اعملوه. السهل بالنسبه لك اعمليه وبرده مش عاجل. لا وبعدين حاجه كتير رجاله كمان تقول لك انا هاخد بقيه الفطار في السحور، قومي بقى سخني ورق العنب، قومي سخني في كده بجد. لا 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 دي دي الفقره اللي ما بين الفطار والسحور. ماشي موجوده من 10 ل 11. فانت عندك احرمك من توضيب حاجه في اليوم. مش انت في الطبيعي فطار وغدا وعشاء وبعدين انت في الليل افطار وان بتوين وهقول على الهوا؟ انا ممكن اقول على الهوا عادي، ما بيهمنيش. انا ما بحضرش فطار. ايوه الفطار الصباحي ده اللي هو اليومي بتاع. لا ما بقومش احضر الفطار يا جماعه، هو على الهوا اهو. العشاء ده فكره بقى يعني لو كل واحد يوم يعمل له ساندوتش وخلاص. ما عندكوش غدا ما شاء الله يعني؟ في غدا، انا بعمل غدا. لا والله لا لا ده موجود كتير. لا 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 بالي هنا بعمل غدا هايل. لا والله ممكن اعمل صنف حلو، بس انا اصحى الساعه 5 الصبح احضر فطار ليه؟ ونيجي على عشاء انا بنام خفيف بقى زبادي يا جماعه. انا مش هتعشى حاجه تاني، عارف انا الشغل ده الواحد يلقط رزقه كده. انما رمضان ليه طقوس تقيله برضو يعني. عصاير وحلو وبتاع وسحور يعني. هو حضر سحور ايه خيري؟ باصص لي كده ليه؟ مش انا مستني محمد الحاني. محمد دور وشي ويقوم بتتفرج على المسلسل مش مظبوط. لحظه غضب هيفوز. ما تاخدوا اربع ايام في العيد اجازه بيبقى رنجة وكشري والحاجات دي. لا 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 في اربع ايام في العيد مفيش. وليه بقى بتطبخ في العيد على بناتك والرنجة بالظبط معروف وفيلم هندي. لا اتنوعت والله الخريطه دلوقتي، بس خريطه الاكل نوعوا فيها. استاذ محمد فعلا فتح نقطه مهمه جدا، نوعوا في السحور شويه. عايز يحط منيو ايوه نوعوا في السحور شويه. او بما ان السحور ثابت اعملوا بقى مثلا فول متخزن وكل يوم تسكينه وخلاص، يبقى احنا كده مش محسوب. وانتوا هتوافقوا كده؟ ما كانش عمايل هتوافقوا بالكلام ده بالفول المتخزن ده؟ والله بعد لحظه غضب هنوافق. اللي جاي منكم حلو. انتوا في المطبخ يا خيري. تريك مش داخل تاني خلاص. استاذ محمد انت نورت راديو 90 90 ودايما بنستفيد منك ومن ارائك ومن نظرك الفني اللي بجد بيبقى مفيد للمستمع ويفيدنا احنا شخصيا. والله انا مبسوط انا طلعت معاك، وانا كمان ببقى عايز اطلع معاك، بس حال بلدنا ده عمري ما ينفع اطلع فيه الحمد لله. لا نورنا برضه. مش بتاع اغذيه، مش بتاع جمارك، بتجيب كل مصادر ال هتجيلنا وتنورنا ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا ايمان كريم عليك. نورت استوديو 90 90 اهلا بحضرتك. خلصنا الساعة الأولانية، والساعة الثانية ليها علاقة بالأكل وبالخناقة بقى، لأن احنا معانا خبير التغذية هتتكلم معانا هل هنقدر نلحق اللي احنا عملناه أنا وداليا في بداية التسعة أيام في رمضان. هو لحد دلوقتي مش باين علينا الصراحة عشان احنا طوال بس. فهنشوف بقى ممكن تنقذنا ولا لا، ده إن شاء الله في الساعة الثانية. ولكن ده هيكون معانا زميلنا العزيز مازن وإطلالة إخبارية سريعة على آخر مستجدات الإخبارية للدقيقة الأولى للـ11.